جوزة خطيرة والدفاع دخل لخطيرة لدرار جو أول أخضر تسديدة للبنودية مساوي في المكان المناسب والركنية هاي لعاد الآن رايا أدرس نعم يعني شوف الحل موجود مع بن علجي وحشود حشود يسد سدد حشود الطريق كان مفتوح أمامه كاد فضل أن يسدد هكذا من بعد خمس رد فعل من جانب أتلتيك بارادو التوزيع فرصة كبيرة لأتلتيك بارادو رد فعل سريع بارادو هكذا وزع بن عياد أي تمريرة يقدمها بن عياد للعيجي قوة فرصة كبيرة لأتلتيك بارادو قلت بأنه قل ما يسجل الحل الفردي كان بإمكانه أنه يمرر الكرة ونفذت الركنية توزع من عدوش لم تمر ولكن تعود إلى من؟ إلى وليد درارجة من هناك خطيرة سنشاهد معك ادريس الاعاده هكذا جاء الهدف يا ادريس شوف ولي الدرجه قلت دائما يبقى العقل المدبر اختار فوق راسه وحتى لقطه بدات من حشود نعم كيف غير الجهاد حتما ولي الدرجه رفع راسه وضع فوق راس مبارك خلق الفرص كان هي ثلاثه لصالح واحده لصالح منتدى نفذ المخالفه ارضيه وجانبيه من بن عياد وبعد ذلك تأتي هذه الهجمة المعاكسة السريعة لبن عياد شعل كاد أن يرتكب الخطأ وبعد ذلك تدارك عياد هكذا سدد من دون انتظار كادت تخالج مع أبو عبدو العودة والتوزيع وسال بين أحضان شعال يطمئن الأنصار يطمئن زملاء ونقاط غالية بالنسبة للمولودية